إلى ورايح ظهرنا لازم ينسند على حيط ما كنتفه. القواعد السابقة ما بقى تمشي. من الأول قواعد صلاة الأمار هي هي، شو تغير هلا؟ أخي جنكيز ما بيفهم بالقواعد، بالحساب جنتل يا. كان يقلنا بتطبوا على راس الزلمة لتخنقوا وكنا نراقب الورق. هدول صاروا من الماضي تيفوه، ولكننا بياعين عربيات وقتها مثل اللي بيدوروا على الأبواب، بس ما كان في عنا شي نقدر نبيعه، ولهيك منهز براسنا ومنقبل باللي ينقال. وهلا؟ القوة الأساسية يكون عندك شي بتقدر تعطي. من هون وهيك بدنا نعطي وناخد، ما رح نخضع لحدا. نحن منعطي من قوتنا شوي ومناخد الخار رامز. شو قصدك أخي؟ جيب السيارة لفهمك. اوعى تكذب علي. وين رامز؟ ما بقول لك. كنت معه الاسبوع الماضي؟ نبهني ما قلكن شيء. لك وين كنتوا؟ لوين رحتوا؟ ما بعرف، انا ما بعرف، اساله له. توفيق، انت كنت معه بالسياره، مين عمل الكمين؟ ما بعرف، الخال بس بيعرفون. غزال لازم نروح. عايش الخال؟ عايش؟ عايش. انا ما بعرف وينه بس عايش. صدقني غزال، ما بحسن نقول أكتر من هيك. ولك لازم تشكر ربك لأنك رفيقي، ولا غير هيك كنت قتلتك. روح. وينك أنت؟ المعلم ناطرك. ما في سؤال بينسأل بهالحياة بيكون بريء أخي، يعني بدك تخاف من كل سؤال ما بتقدر تعطي جوابه، لأنه بغمت كل سيف ينسحب عليك مخبى سؤال تاني يمكن ما تكون تعرف جوابه. نهنيك. ماشي. تحت. لك لا، من هاي الجهة. تعال تعال تحت. إذا بتسأل حالك أنا شلون وصلت لهي النهاية، بالأول لازم تتذكر جواب أول سؤال وكل سؤال سألوك إياه. لأنه أي جواب يمكن يوديك على المجهول بهي اللعبة. ليش نحن هون؟ ما لازم نستخدم نفوسنا؟ شو رح نعمل هون؟ بدنا نسلم حالنا شيء؟ لا، بدنا نحكي مع شركاتنا الجداد. هلا انت كنت ما تحبه لإيزيل، كأنك بلشت ترتاح له. ايه مزبوط، لأنه صديقي جنكيز حبيته. ايوه صديقي، بس مجد انا ما بعرف كتير شغلات عنه. اللي مين بيعرف شي عن التاني اخي جنكيز؟ ألو شريك، أنا بالمكتب، وينك أنت؟ لا 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 تستعجل، أنا ومجد عم نحكي. هيك لكان، وبشو عم تحكوا؟ أبداً. قديش طلعت صاحب وفا يا شريك؟ من لما وقعت الخالة مليحة بين يديك صرت ما تطلع من بيتهم.
لا كتير تبالغ حبيبي، استنى أنا جاي. هذا جنكيز بلوي مصبرة، هلا ما عاد فيني اتركه مع مجد، كل المصايب مع بعضها. خذ السيارة أنت وخليك ورا عيشة، بس جنكيز ترك لي أنا. وقت بتقرب على الحل يا ابن أختي، بنفس اللحظة بتلاقي كل أعدائك هجموا سوا عليك. تريك علي لتوفيق، بس خليك قريب، لازم نعرف شو مخبي إذا ما ظهر الخال. إذا عرفت شي عن رامز رح أرجع. إزيل بدنا نلاحقهم، لازم نلاحق الكل ونحن منقدر عليهم. يلا لما بتوصل لآخر الحزورة يا ابن أختي ما بيطلع قدامك سؤال واحد بس، كل الأسئلة بتحاصرك ومن كل الاتجاهات، وإذا بدك تنتهي الحزورة بالآخر لازم تلاقي جواب واحد بس يجاوب على كل الأسئلة. في احتمال تاني يا رامز، وهو الموت بشرف. لا في الساعة 10 المساء ذهاب وعودة؟ ايه لو سمحت. انت معك ولد صحيح مدام؟ مزبوط. لحظة، يا ريت نحن منحسن نروح، المنطقة هنيك مثل الجنة بهالفصل. استنى شوي، ثلاث أشخاص بدي بطاقة ثالثة. حاضر. طالما نحن رايحين على الجنة ناخذ معنا كل اللي بنحبهم. تعرفوا اذا تغيرنا عن جد وشغلنا صالة الأقمار بدون هالمشاكل والبلاوي ولقينا الخال رح نكون بالسليم، اكيد رح يخلص الليله، كل شيء بده يخلص الليله. بس وشو علاقة الخال بوجود هالزلمه؟ رح نكون بامان، ما بقى في لزوم نسافر على اي محل، ولك لازم نحقق احلامنا هون، رح نكبر سوا. ها تيفو شو رأيك؟ يمكن بهالطريقة منعجبها للبنت بطلة الفيلم. لحالي يعني. ما في شي مستحيل أخي. لا ما هيك. هذا الزلمة شو مفكر؟ إذا حدا بده يشغل أي محل أقمار على الخريطة بده يأخذ إذنه لهالرجال. رح نقدر ناخده؟ رح ناخذ أكثر من الإذن لك تيفو. مين؟ أخي علي؟ أهلا وسهلا. مين هاد؟ هذا تيفو توفيق. أخي توفيق أنا بعرف علي من لما كان سرسري، لا يعمل عليك كبير، الأخ هلأ كبر بهالأيام ناوي يدير محلات قمار. طبعاً من بعد إذن جنابكن. إذن شو؟ لا بعطيك إذن لشغلة ما بعرفها، ولهيك تحديداً بدي إذن من سيادتكن. ليك اللي اسمه جنكيز كان شاب ذكي وما بيعطي علينا وأكابر كتير وكان كريم كتير، وكمان نحن منعجبكن. من الأول قول احكي معي بالرقم، هات رقم، فهمت؟ ليك بعدين ما بعطيك الإذن. ها الأرقام عنا بتنذكر باليا نصيب، شغلنا بالحظ، بس نحن ما عنا من النوع اللي بيترك الشغل للحظ. إذا كان بدك مني الرقم بتعطيني الاسم، الاسم اللي بدي اياه منك يا جنابك. سرسري هذا الزلمة مو تمام، إذا شفته بالطريق برميه جوا، بس منحبه هاي لحالة. رامز قرأسكي.
وقبل 3-4 ساعات لقطته الكاميرا. قسم الجريمة المنظمة طوى الملف بس أخدته. المخابرات عم تراقبه ولا هو معهم؟ رامز وكبره؟ لا هيك ولا هيك علي، بس هو ما بقى كبير كل هالقد. خود قد ما بيعطيك جنكيز وفوق حبة مسك. ليك السرسري بيبقى سرسري، وأنا عطيتك الإذن يا علي الكماشي. 30 بدي 30% زيادة. إيه؟ تعرف هذا الرجال؟ كان قبضاي عن جد، المثله بيجي مرة واحدة ما بيجي مرة تانية. أنا ما بيهمني شلون إجاه ولا شلون رح يروح يا سيادة المدير. هوب هوب، لا تنسى وين حضرتك. من غير شي فوق عيونهم علينا هالأيام، أنا اللي بقرر مين المجرم وبتصرف معه، وهون الفرع لا تنسى. ولهيك ما بيهمني مين بيروح وشلون، بس إذا بتسأل إمتى ما رح يجيك أحسن من هالوقت لتوقع الزلمة.